يدخل الكاسر والرحماني في معظم الفنون العمانية اللي تدخل فيها الآلات الإيقاعية. لذلك فإن الكاسر والرحماني ينتشران في جميع محافظات السلطنة العمانية بشكله اللي يشبه الساعة الرملية، ويصنع بالتأكيد من مواد محلية. نحن هنا في جعلان بني بو علي، وسنلتقي بواحد من صناع الطبل العماني زالوا يصنعون أدواتهم بنفس الأسلوب التقليدي. تفضلي. الله يسلمك، كيف حالك؟ طيبة؟ الله يسلمك. تفضلي تفضلي. الله يسلمك يا مرحبا. العم ربيع، نعم. بما ان اليوم نحن جايين نتكلم عن صناعة الطبول او حرفة صناعة الطبول، فاكيد البداية تكون في ادوات نحن نستخدمها عسب نصنع الطبول ويطلع بالشكل المطلوب. اكيد. فما شاء الله نحن معناه متواجد الادوات. كلمنا عن كل غرض انت هو اسمه وفي ايش تستخدمه. والله كنت استعمله طبعا الطبول يجيب حطبه، والحطب يعني نختارها مثلا قرط ولا يعني قرط وهكذا، يعني شفت كيف انقص، بعدين ما نقص يعني ناخذ منه قياسات، بعدين حفره يعني بأدواتنا يعني الأولية. طيب كيف الحين مع صناعة الخشب اللي تستخدمونها، كيف تختارونها؟ في خشب يعني يسموها همبا، ما بلمبة، همبا مانجو، لا غير يعني غير. خشب يسموهم، في سدر، في قرط، في شريشة، لكن اللي أجود قرط. ليش؟ أولا قوي وثانيا صلب، يعني حتى لو كان ثقيل اول منظر حلو، وثاني كل ما دهنت يستوي لك يعني نوعه حلو هكذا، وخصوصا يعني من يقدم ودهني مار يستوي لك يعني ذهب ذهب يعني صراحه. يعني يحطبه يعني هو الاجود من ناحيه انه لك انت انك تصنعه، ولا اجود انه في الصوت واستخدامه، ولا لا في كل حاجه؟ لا في كل حالتي في الصناعه وفي حتى الصوت مر مر، نعم. لان في اذا حطبه حلوه وبقي الصانع ما بزين، ما بينقضوا عليه حطب، لان حطبه حلوه بينقضوا على الصانع. من الصانع فلان، لكن حلوه والصانع يا احلى، خلاص يعني العباره كملت لله الكمال هكذا يعني. معناته ان انت في معنى ان اذا الخشب مبزين، أيوه. انت ممكن تقدر تعدل في صناعتك بحيث بخبرتك انت تعدل، تحاول تسنع شوي تكسيها لما تسوي اماين الصناعه، نعم يعني الكسو ما الكسو. نفس الشيء الجلد او اليهاب اللي انت من طبعا حيوانات، في مثلا حيوان معين؟ والله يعني في حيوان هني عمال تيوس مال عمان، لا هذا فيه جدو يعني جودو يعني حلوة، ثاني أول غليظ، وثاني اللي هو نغمة يعني لما يعني عنده نغمة يعني يستوي حلو زين هكذا يعني نعمر يسموه عمارة كذي يعني. وكم تستغرق انك انت لحد ما تذهب الطبل ويكون يعني جاهز انه تكسيه وللاستخدام كم؟ والله يعني من دي بلين اقول لك يعني تخلصيتها من حوالي يعني 15 يوم 10 ايام كذي يعني 12 يوم كذي يعني. طيب يا عم انت مقتصر بس تصنع الطبول العمانيه، ولا كيف عن صناعه المسيندو؟ هل من ضمن الصناعات اللي انت تصنعها؟ المسيندو الله يسلمك الاول تراهم يعني يدعي مال نخل مال نقال، تقص يعني على مويه بتبه تسحلي بذهني حتى روحك، بعدين تكسيه، ديب لي يعني يلد مال هيش مال بقر، مال بقر ولا يعني مال ابل
قعود يعني خلينا. يعني الكسوة تختلف من الملمسين ده عن الطبق. هلا 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 تختلف. نعم يعني ما معنى تكون يعني أخف ولا تكون سميكة أكثر؟ لا، لأن ذاك يا أما ينهاب مال يعني مال إبل إبل. قعود مثلا ناق وهكذا يعني، شفتي كيف؟ بعدين هذاك يعني من اللي يعني شوي نازل هكذا، ومن اللي تخليه بكذي لا يفرق على عمارة الطبل. تخرقي مني هكذا 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 هكذا، شفت كيف؟ تسوي لي حطب مثلا عادي تسحلي يعني دي بيلد نفس الادوات اللي كنت تستخدمها يعني موجوده هني؟ موجوده ما تذكرك بصناعه السمنه؟ الله موجوده هذا يعني هذه كلها تقريبا؟ ايوه لا لا يعني عندي وايد هناك. اها يعني ما بس حيبنا شيء القليل يعني شيء. ايوه نعم، في يعني سكنه بطاط وار، في سكنه بلفاط، هذا كله موجود لك ما يبنى يعني. شوف يبنى يعني هذا زين. بس كيف حابين نشوف كيف بدايات ان انت تاخذ يعني الخطوات تصنيع الطبل، القياسات. طيب كسوها قياسات ذهب يعني الطياره يبقى محاني. اني احنا الطبل بخيزران كامل يعني، لكن هو الطيفة هذه لا أخرصها يعني 4 أيام 5 أيام، وعقب من أطلع عمار ستيري عمار يعني العمة تبي أنت توفي الطبل هكذا عمار ديك مار عليه تاخذ قياسك يعني. بس هني تسوي فارق شوية يعني، يوم تبي أقول لك أكل عمري يعني يكون لها منظر عودة. أيوة. تسوي فارق لازم، لأن بيهش على ما قلت لك سابقا الخلق يعني. أيوة. شفت كيف؟ اساسي يكون يوم كذي الطبل يستوي اول منظر، وثاني يستوي له منظر حلو. اما ينحطب له كذي لا يستوي فاخ يعني عماره يستوي ما ينشاف يعني هكذا يعني. انتوا تحبين يكون بارز بارز عشان الشكل. ايوه شفت كيف؟ لان يعني كل ما الله يسلمك يعني وشبت عماره يطلع له منظر يعني يطلع له حلو وهكذا. زين انت هذه العصا الحين كله تلفها على الطبل؟ نعم هذه مار تلفيها مار لين ديكني يفضل هكذا ويفضل هكذا هكذا تحزي يعني، وتسوي لهش خيط عندي انت تسوي له خيط يعني اساس لهش يعني ويدخل في جلد. طيب عم انت ذكرت ان الخيزران تتلفه كله على الطبل. نعم. زين هل بيأثر لون حين انا قصيناها مثلا بالنص؟ والله يعني عند عمارتي يعني اياها عمارتك انت. ايوه اما في ناس لا يقصوه ويستوي يعني ما، بس يعني ما عيب على عماره الناس لكن في نظري لا غير. ليش؟ لان هكذا من طبعي يعني. مثلا جاب لي واحد هذا الحاجه وقال لي نبيع، خليت امانه في رقبتي له يعني مثل ما ابار نفسي. أيوة. ابار غير لاني مسلم فلوس فيه صح ولا لا؟ إذا أنا ما بالي إلا من غير يكون إيش؟ يطلع عندي يكون شيء شيء يعني ها. أولا يسالوا يعني من عامري عام ليه صار زين بيضلوا والله ونعم اللي صار مفلو هكذا يعني. و أنا خليها كامل. أيوة. مر من ساعة خضيتي هني، وش من نوع القياسات اللي تاخذها؟ ما نفس القياس اللي انت توك استخدمته؟ ما ممكن استخدم هذه؟ لا لا هذه لان هذه هني بقطعها اسوي لها حلقه. ايوه نفس القياس تشوفي هني حلقه. اما ذي لا غير، هذه يجي الحبل. اها اول بدايه خلصت يعني ركبتي جلدها. اول قدح مني. أيوة. اول مسلم مني. بعدين هني لما يجي مني انت تقيسي هذه، تشوف لان هذه الحلقه وسط. ايوه اساي ما يتوسع كذي ولا يتوسع كذي كله كذي كذي نفس القدح. ياثر لو مثلا صار قريب من بعض شويه يتاثر؟ يفترق. يعني عم يبغي زياده يفترق يصلب ما بحلو ثانيين
منظره ما بحلو، كيف كذي غير كذي غير هكذا يعني. اما لما تسوي لي قياس مره هكذا مره يجيك مره حبال نفس النسيج. ما شاء الله، يعني انت فوق انك انت ما تصنع الطبول، ايضا تحافظ وتحاول انك انت تركز على الشكل. الله، معناته ان الطبول العمانيه فوق الصوت وفوق جوده الخشب اللي انت تستخدمه ايضا على شكل المنظر. هيش اللي يميز الطبل العماني؟ خبرني الاشياء اللي انت تهتم فيها بالمنظر او شكل الطبل العماني. اول الطبل العماني يجيك هكذا، لا مثل كذي، لا بعدين يجيك شوفي مضلع، هذه طبل عماني. طبل عماني، طبل عماني وش تفهم؟ نسمي طبل، طبل عماني يعني له مسمى مثلا بلاد معين، مثلا تقول مثلا اجنبي. اجنبي اجنبي، ايوه اجنبي. شفت كيف؟ اما ذي لما بيك الطبلين النوع هذه عماني معروفه. وهذا انتم بروحكم تسوون الحفر وكذي؟ الاول يسووا الاهالي الاولين، وثم اللي تليهم، وثم حلو بعدين الحين يا تراه مكاين له ويو الوافدين وخذوا هم المهنه شلوا لهم القديمات وقالوا هذه هني فصلوا لنا يوم هكذا. فصلوا لنا نفس الشيء. زين ما شاء الله، يعني في تدخلات حديثه صناعه الطبول. خبرني كيف انت تتعامل بدايه انه جاب لك خشب جاهز قبل انت كنت تصنعه بروحك، تعرف جوده الطبل، كيف تتعامل مع طبل ميوب لك خشب جاهز التصنيع على ما تقول انت كيف شعورك انت لما تصنع طبل جاهز وانت كان خايف من نفسك تسوي؟ والله تبي كلام الصدق اني يصيبني يعني حاجات ازعل ازعل. ولا الانسان هذا يعني مهنه عمانيه الانسان ما يفرط فيها. زين هذا الحين ظهر معنا الطبل الجاهز. بس نتكلم عن الاجزاء الموجوده فيه. هذه يسموه، وهذه الحلقه الثانيه الا تبع ايش؟ تبع انياد، يسمي انياد يعلق الطبل. طبعا اي حبل. هذه هني عراقي يصلبوه بهيش الطبل، يزفوا او مثلا ماشيين في عرس ولا فهكذا لهني خلاص. خذ الوقت وبعد ما انتهى يعني حفلهم وخلصوا اساسا الطبل هيش يستريح. لانه مصلوب الطبل مشدود. لكن متنسميه بعدين خلاص يرتاح مار يثني يعني محاني مكانه يعني ما يشتهي كذي يعني. يعني هم فيما معنى ان هم لما يشدون هذيل اللي يسمونهن العراقي، العراقي اللي هي تطلع الصوت اكثر، تطلع الصوت. شفت كيف؟ يعني الطبل طلع مار النغم. بعد ما تخلص يعني من تنسمي العراقي خلاص. يسمون عراقي الله. اما الاحلق يستوي من كم حلقه؟ واحده ثنتين تقبض ايش؟ نهاية أول صلبة مني وبعدين كله كامل. النهاية هني يعني مثل ما صلبتي أول، النهاية مر في الأول وهكذا يعني. طبعا هالأجزاء الخارجية، هل في مثلا شيء مثلا مكونات تحطونهن داخل تحشونهن الطبل؟ هذاك الطبل العود. هذا الطبل العود، الطبل العود نفس الشيء. يعني ثلاثة حلق. ايوه خصوصا روح بشنو. لا ما في، بس افر شويه عسب نشوف. زين الرابع اللي بتشوف هناك ثقب هني جرس. ايوه لما يعني صاحب الرحمن، هذا اسم الرحمن لا؟ الرحمن. ايوه وهذا كاسر. صاحب الرحمن شويه يعني تبقى عند النشوه له. اما هذه هني ثابت. بس نقحت له كتبي يعني. خصوصا لما في الاحتفال الكبير تسمعي الروح يعني ما يحتاج يعني. زين هالحركه اللي يسويها العازف الرحماني أيوة. يسمونها شيء ولا عادي حركه عاديه؟ حركه عاديه. الحماس يحمس الذي يعني، لان الطبل يدور ويدور يدور يعني خلف يعني 30 نفر. يحمس مديني. اما يثابت انا قحت وحده لكن يعني ايش يبكت لي يعني. ايوه شفتي كيف؟ وتسمعي هذه يعني الجرس مار يعني ما يحتاج.
يعطيهم مرة نغم عادي الذي تابعين الطبل خلاص مرة مرتاحين. حلو زين، كيف بنسمع صوت الطبل الرحماني والكاسر مع هزة الجرس اللي ايش يسمونه؟ هذه كاسر. كاسر. أما هذه رحماني. اسمعي ليك. فرق. هذه شوي أصلا وهذه يرخوها أساس يسوي إيش؟ يسيرنه. أما يصير ثابت بالمرة. هكذا. زين مرة ثانية نسمع الصوت. طبل هنا. فرق شفتي كيف؟ أيوه صحيح. هني كاسر. طبل أنت. الفنون لما تستخدمون من يدخل قبل؟ كيف يعني؟ يوم بدون مثلا العزف في اي من الفنون تستخدمون؟ أيوة. من يدخل قبل الكاسر ولا الرحمن؟ كاسر. الكاسر والرحمن يمارس سياره. مره سياره بس دخل اي كاسر واي مره رحماني. زين الحين تضبيط الرحمن عندي كاسر. فاذا في الرحمن معرف. ايوه. مره تشوفي هذه هني هذه تبعه. لكن لي انا دي يعني اختلف خلاص اختلف الرحمن ما اعرف عمري يقبل ما رئيس كان مال زين في الدك تصير فيه كسرات من كسر رحماني رحماني نعم ويكون الكاسر ثابت الحافظ. ثابت مره ثاني في الشوبان ومثلا يعني في الزفكي عند تكسير هكذا يكون ايوه ايوه نعم. الاكثر يلعب مره ايوه حلو حتى الذي يعني ماسكنا خلاص مرتاح راحة كاملة أيوة أما اللي ثابت نقعت ما أروح عليه هذه الطبول اللي جبناها للعم ربيع نستخدمها للفن الرسحه. الرسحه؟ نعم. يعني انت لك في هذا المجال داخل فيه من صغري. ما شاء الله. نعم. وهذا الفن من الفنون المشهوره عندنا في المنطقه الشرقيه. خاص يعتبر الفن الاول. تعتبر او يعتبر احنا نقدر نقول ان انت مهنتك في الرسحه مهنه ثابته ولا هوايه انت تمارسها؟ لا والله هذه هواية وأيضا محافظة على تراث أخذناه عن أبائنا وأجدادنا وماشيين فيه.